ودايما لعيبه النادي الاهلي يعني عند الهدف وعند حسن الظن وعند حسن ظن جماهيرهم بيهم. لكن لما ماتش يعدي يا جماعه، ماتش كل 11 سنه، يعني ماتش كل 11 سنه، ومن 11 سنه الاهلي خسر من الزمالك 2-0 برضه، كان الدوري في الجزيره يعني برضه يعني. لكن اللي يفرح، من حق نادي الزمالك يفرح، ومن حق اي فريق يكسب النادي الاهلي يفرح. انت كمان تعرف قيمه النادي الاهلي من هنا، تعرف قيمه النادي الاهلي الكبيره جدا لما فريق يكسبه وفرق حوالي 24 نقطه، والنادي الاهلي حاسم البطوله من 6 اسابيع، وتحصل كل الهيصه دي، تعرف قيمه النادي الاهلي، تعرف قد ايه النادي الاهلي كبير، قد ايه مكسب النادي الاهلي حتى في الظروف. الفرق الثانيه هو حلم حياته، انا بتكلم عن اي حد بيكسب النادي الاهلي، حلم حياته انه يكسب النادي الاهلي. النادي الاهلي من زمان قوي في القمه، متربع ببطولاته زي ما قلت، بانجازاته، بجماهيره، برموزه الكبيره، بكل حاجه بصراحه. فنتكلم، انا مش عايز اتكلم اكتر من كده، لكن طبعا الكلام سهل جدا، الكلام كمان مش سهل جدا ان انا اتكلم وخلاص، الكلام سهل جدا ان انا اتكلم بمستندات، بتواريخ، ببطولات، بس الكلام هيبقى فيه يعني ناس هتزعل، فانا مش عايز حد يزعل بصراحه مني. انا بمثل قناه النادي الاهلي، وقناه النادي كبيره بشكل الاهلي، قناه النادي الاهلي بشكل الاهلي، فاحنا مش عايزين حد يزعل مننا. لكن انا بتكلم لجمهور النادي الاهلي، احنا على القمه من زمان، النادي الاهلي على القمه من زمان، زي ما قلت لحضراتكم بفكركم فرق 60 بطوله، وحسبتها لكم قبل كده بالسنين. اللي عايز يجيب النادي الاهلي هيقعد 20 سنه ياخد بطولات، والنادي الاهلي ما ياخدش. يعني انا مثلا كنادي مثلا بنفس النادي الاهلي فرق 60 بطوله، عايز اخد افضل اخد 20 سنه بطولات ونادي الاهلي ما ياخدش عشان اجيب النادي الاهلي 20 سنه. ربنا يدينا ويديك طول العمر. وطبعا ده من رابع المستحيلات. فنادي الزمالك يفرح حقه تماما، نادي جماهير نادي الزمالك تفرح حقها تماما، لكن ما ينفعش ان انا اتكلم عن جماهير النادي الاهلي خالص، ما ينفعش ان انا اقول لا انا كسبتكم خالص، ما ينفعش يا جماعه، والله العظيم ما ينفع، لان جماهير النادي الاهلي لو اتكلمت ناس كتير قوي هتزعل. يعني كل ما تكسب النادي الاهلي كل 11 سنه انا موافق، واحنا ناخد البطولات وكسبونا كل 11 سنه، يعني الموضوع سهل جدا. نطلع فاصل بقى ولا عايزين نتكلم كمان؟ النادي الاهلي كبير ببطولاته، انجازاته، ب 128 بطوله، برموزه، برئيسه، بجماهيره العظيمه العريقه، بكل حاجه، النادي الاهلي كبير. افتخروا وارفعوا راسكم. هزيمه كل 11 سنه انا موافق، وناخد البطولات ونروح كأس العالم للأندية ونروح